يونا قديش عددها؟ يود فاف نون هي بنساويها مع بعض، يود 10 وفاف 6 16 نون 50 66 وهي 5 71 مع كلمة يونا 72 جيماتريا حسد حسد 72. الو نوح عم بعلمك دير بالك بحياتك لازم تساوي حسد مع الناس، ما تترك الناس هن يصير لهم شو ما بدهم يساوي شو ما بدهم. شالوم هي لي شالوم على اسرائيل. لا لا اليهودي حرام هيك يفكر. اليهودي لازم يطلع باخواته اليهودي اللي مو بنفس المدرجه تبعه. ما تفكر انه كل اليهود رح يكونوا بنفس المدرجه تبعك ورح يتعلموا نفس التوراه تبعك. ومين اول واحد متعلم هالدرس من حخام عبديا على بشالوم؟ كان حخام عبديا مع كل التوراه اللي بيعرفها والمصاحف اللي كلها كتبهم وكلهم بيعرفهم من راسهم، ضل قاعد لحاله عم يتعلم توراه. كم مره اجى لامريكا؟ كم مره راح لمطار بلاد باسرائيل مشان يعلم الناس توراه؟ وربوته حتى الناس الحيلونيم حبوه، حتى الحيلونيم اللي ما بيشمنوا الشبات ما بيساووا توراه من دول بيحبوه. لما بيساوي خير مع الناس عندهم حبه عنده قلب بيحب الناس. هي عم تعلم اليونا الحمامة عم تعلمه لنوح ساوي حاسد مع الناس. هي عم بعلمك انت انا ما لقيت مطرح رياح بال غيرك. المعنى ما بقدر اعلم واحد تاني غيرك، انت الوحيد بقدر اعلمه. ما صفيت انت ومرتك ولادك مين بالعالم فيه؟ واذا هيك لعد كمل going on continue ما لح يصفى حدا. ما عم تقول له نوح دير بالك على الناس، هلا لح كمل انت ولادك ومرتك دير بالك على الناس.